سبعة ليل قدام 60,000 في رادس، ما نشكش لحظة انهم 60,000 لانهم مجانين النادي العاصمي، سيكونون في نصرة البيان كوروسو من اجل كاس شمال افريقيا الاندية البطلة، لقب بالتخصص لنادي الافريقي يا حمزة، من السبعينات من جيل عتوقة وقدوس، من جهة الاخويني، من جانب بشير، قلت بشير مرات حمزة، اي بشير الككلي قدوس لعب في اخر الستينات، ما كملش في كوس المغرب العربي، اما عتوقة ورتيبة والزيدي والاخويني وبالغيث وجيل كبير من تاريخ الاحمر والابيض، ولاد باب جديد، نرجع لولاد باب الجبلي في كرة تتواصل لأندية تتنافس، ويا محلى تنافسنا خارج الحدود.